نتواصل لانطلاقاتنا اشواطنا ايضا اشواطنا العاشر ينطلق بعون من الله وتوفيقه مع هذا الانطلاق الصباحي. هنا نسير مع البداية والقيادة الاولى مع اهم الاولى وحمدان بن حمد بن مبارك الصليطي مع المركز الاول، بينما تغريد ايضا بدر بن محمد الشين الكثيري ايضا مع هذا الانطلاق المتميز والانطلاق الرائع. عودتنا الى المركز الثالث مباشرة الى ثالث المراكز، نشوف نتابع ايضا الغادمة، هناك الظبي علي بن سليم بن حميد الوهيبي ايضا غادمة مع ثالث المراكز ثالث التحديات، بينما الوصول هناك مع الطيار مبارك بالدليوي المنصوري هناك مع رابع المراكز ورابع التحديات، بينما القدوم هناك مع تصريح وسعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم الاكتبي ايضا الغادم في هذه اللحظات، بينما الوصول والقدوم مع غنايم وياسر بن محمد بن علي الهاشمي ايضا الغادم في هذه اللحظات مع غنايم هنا مع هذا الانطلاق الجميل والانطلاق الرائع. يا سلام الله، لنا عودة الى الصدارة، لنا عودة الى المقدمة الاولى هناك مع هذا الاندفاع المتميز والرائع والجميل. من العداء سق من وعقل عاش ابو خالد على المجد سباقه، حبهم يسري ما دام العروقه، يشهد الله واحد فرد خلاق، للقان اشتاق وقلوب التوق، والتحية من مصادر الأعماق يوم حل الوطن. أنا عودة إلى الصدارة الأولى إلى المقدمة الأولى هناك مع تغاريد وبدر بن محمد الشين الكثيري مع المركز الأول، بينما هملولة وحمدان بن حمد بن مبارك الصليطي مع ثاني المراكز وثالث المراكز، والوصول في هذه الحالات مع الظبي أيضا واصلة مع هذا الانطلاق المتميز. الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة الأولى هناك مع هذا الاندفاع المتميز والاندفاع الرائع والجميل. يا سلام، من اللي غير مع الصدارة؟ من اللي غير مع البداية الأولى؟ وهذا الحضور ما شاء الله، شوفوا تابع هناك تغاريد بدر بن محمد بن شين الكثيري مع البداية والصدارة الأولى. يا سلام، اندفاع متميزة مع الكثيري مع البداية والمقدمة الأولى، بينما الظبي علي بن سليم بن حميد الوهيبي القادمة أيضا من السلطنة المشاركة والانطلاق المتميز، وأشوف هني وتابع أيضا شعار بالدليوي أيضا القادم في هذه اللحظات، ما شاء الله طيارة مبارك بمطر بدلوي المنصوري القادم بكل قوة القادم مع هذا التحدي الرائع والجميل. وصلنا مع الكيلو والمتر الخطير، وصلنا مع هذا الحضور، أشوف الهاشمي قادم أيضا مع غنايم ياسر بن محمد بن علي الهاشمي أيضا ينطلق من أبناء الكامل للمشاركة والتحدي الرائع والجميل. ولكن هناك بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة الأولى. يا سلام، اندفاع متميز هناك، اندفاع رائع وجميل ما شاء الله، ما بين بالدليوي هناك وما بين أيضا الكثيري وما بين الوهيبي. يا سلام الله، لمن الناموس لمن الانتصار؟ غير بالدليوي إلى الصدارة، غير مبارك بالدليوي المنصور إلى المقدمة الأولى، والاندفاع الرائع
والجميل ما شاء الله. شوفوا تابع هناك الصدارة والمقدمة الأولى. يا سلام، الله غيرت الظبي هناك إلى المقدمة. علي بن سليد الحميد الوهيبي مع المركز الأول مع القيادة والصدارة الأولى ما شاء الله، اندفاعا بدون أي أوامر ولا تعليمات سيطرت على المقدمة، سيطرت على الصدارة الأولى بهذا الحضور. المركز الثاني تغاريد وبدر بن محمد نشيد الكثير. يا سلام، لمن الناموس، لمن الانتصار. بدليوي غادم واشوف الجماعة غادبين. يا سلام، الثلاثي موقع واحد. يا سلام، من سيحظى بهذا الشوط الجميل. يا سلام، الله على هذا الحضور. لا زالت مع المركز الأول الظبي لعلي بن سليم الوهيبي مع المقدمة مع الصدارة الأولى. يا سلام، اندفاعا متميز، والكثير أيضا مع أذان المراكز. يا سلام، روح يلي يبغي روح هناك إلى البداية إلى المقدمة الأولى. يا سلام، اندفاعا هناك مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، الظبي مع صدارة، الظبي مع المركز الأول مع علي بن سليم الحميد الوهيبي مع المركز الأول مع صدارة والمقدمة الأولى. يا سلام، اندفاعا متميز هناك. سلام، بهذا الشكل الجميل، بهذا الأداء المتميز، هنا ختام هوسك مع الوهيبي. سلام يا راعي فرحة على هذا الأداء المتميز والرائع والجميل. لحظات الفوز والانتصار مهدية أبناء السلطنة هذا الحضور الرائع والجميل. المركز الثاني أيضا مع بن الشين الكثيري، بدر بن محمد الشين الكثيري، بينما الوصول والقدوم هناك مع مبارك والدريوي المنصوري مع ثالث المراكز.